ومن القاهرة إلى بريطانيا ثاني محطة من جولة الأمير محمد بن سلمان، والتي يتوقع أن تدشن حقبة جديدة من العلاقات بين البلدين. الزيارة أثارت اهتماما غير مسبوق في بريطانيا، حيث يلتقي ولي العهد السعودي رئيسة الوزراء تيريزا ماي وغيرها من كبار المسؤولين في بريطانيا. الاستعداد البريطاني لزيارة ولي العهد للمملكة المتحدة ظهر في تصريحات شخصيات سياسية بريطانية، من ضمنها أدوين سامويل المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي نشر عبر حسابه في تويتر فيديوهات قال إنها من جولته في شوارع الرياض لمعرفة آراء السعوديين حول بلاده قبل الزيارة. نتابع. وأنا وصلت في الرياض نهائياً كان في وقت طويل منذ المرة الماضية عندما أنا كنت موجود هنا في نجد، في عاصمة نجد في الرياض، وكل مرة أنا أزور في مشاريع لتحديث الإجراءات وأيضاً البنية التحتية. أنا في شوارع الرياض لأسجل بعض الفوكس بوبس بالإنجليزي، الآراء من الناس العاديين في شوارع ما عندهم كآراء أو صورة نمطية بريطانيا على عقب زيارة محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى لندن. ومعنا في الاستوديو أدوين شخصيا، أهلا فيك، الحمد لله على السلامة، وصلت دبي. على يسلمك، شكرا لضيافتكم. طيب أنت قلت أنك أنت نزلت الشارع وسألت الناس عن انطباعاتهم، إيش كانت انطباعات؟ هذه زيارة محمد بن سلمان لندن، هذا يفتح باب وصفحة جديدة للعلاقة الثنائية بين بريطانيا والمملكة العربية السعودية وممكن الخليج والعالم العربي بشكل أوسع. وأيضا هذا يفتح حقبة جديدة، حقبة الإنترنت وحقبة مواقع التواصل الاجتماعي، لأن هو من هذا الجيل. وكان ودي كدبلوماسي حديث من الحكومة البريطانية أن أتكلم بمستوى الإنترنت، بمستوى مواقع التواصل الاجتماعي مع الجيل الجديد، ما يسمى به جيل الألفية. وهذا مهم لكلنا، حتى الملكة عندها حساب في مواقع التواصل الاجتماعي، والآن علينا أن نركز بهذا الصدر. جميل، إيش الناس قالوا لك في الشارع؟ سألنا كثير من السعوديين ماذا هم يريدون أن يسألون الملكة لو هم كان ضمن الوفد السعودي. وكان لدينا أجوبة مختلفة، وأغلبية الأجوبة ما كانت أجوبة سياسية، هي كانت أجوبة بخصوص ما هو النجوم المفضل من الملكة، أو صراحة بخصوص التأشيرات البريطانية. الناس عملية. هذا الشيء كدبلوماسي عريق وعجوز لحد ما بالمقارنة مع عمر، أغلبية السعوديين أقل من 30 بالعمر. لازم نعرف 70. عمرك الآن يا أدوين، كم عمرك؟ لا أتكلم عن هذا الموضوع، لكن علينا أن نستوعب لهم السياسة شيء مختلفة بالمقارنة مع جيلنا. وما يهم لهم هذا درجة الشراكة مع الحكومة بتقدمات، هم يريدوا أن يرى تحديث المجتمع، تحديث القدرات، البنية التحتية، ومعاييرهم مختلفة بالمقارنة مع الجيل القديم. لكن علينا أن نتذكر أن واحد من التحديات الأكبر لأي سياسي، لأي شخص في المجال الحكومي، أن علينا أن نقوم بالدبلوماسية الحديثة. وما هي الدبلوماسية الحديثة؟ أكيد علينا أن نسوي المفاوضات بين الحكومات، لكن التحدي الأكبر الحوار المتبادل بين الأجيال. وفي السعودية نرى هذا يحدث.
طيب انت كمان ذكرت سريعا انك انت اخذت جوله في الرياض بعد غياب وتغيرت عليك كثير، ايش ابرز شيء لفتك في الرياض؟ ومتفاجئ ولا اولا المطار، مطار ملك خالد مرحب بي وكل شيء بكفو، وكمان الجمرك مختلفه والجو بشكل عام في الرياض مختلف تماما. كان ودي ان اجول المناطق الأخرى، يقال أن نفس التغيير حصل في مناطق مثل جيزان وحجاز وكمان تبوك، وهذا المثال في العالم الحديث أن الأولمة لها ميزات وأيضا سلبيات، وعلينا أن كلنا لننظر إلى الجيل الجديد ليدفع الميزات من الأولمة. تحدث كثير عن موضوع أنه الجيل الجديد وأنه حقبة جديدة وحقبة الإنترنت، إيش نقدر نتوقع من هذه الزيارة؟ أنتم في بريطانيا ليش بتنظروا لها كزيارة مهمة من وجهة نظركم أنتم؟ تقليديا الجيل الجديد كان إلى حد ما متحمس بأي مناقشة الجي 20 جي 20 أو مناقشة الأمم المتحدة، لكن في استيعاب في النخب في العالم حتى في دافوس حتى في أوروبا حتى في آسيا أن لو نهمشهم من نقاشنا هذا واحد من المخاطر الأكبر. شهدنا في بريطانيا أغلبية المصوتين ضد الحكومة الحالية كانوا من الجيل الجديد، هم كانوا محبطين، والأمير محمد بن سلمان هو يستوعب هذا وهو دفع واحد من البرامج أكثر طموحات أكثر وآلى بتحديث هذه المملكة منذ قرون. نحن بنشكرك يا أدوين على ظهورك معنا اليوم، وبالتوفيق إن شاء الله عندك رحلة ثانية. صحيح يلا شرفي. بالتوفيق. كان معنا إدوين سامي، شكرا لك.